أعلن اتحاد الجاليات الأجنبية في البحرين عن تدشين أولى فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني بتنظيم فعالية هذه هي البحرين على أرض المملكة يوم الجمعة الموافق 11 من ديسمبر المقبل. هذا وسيتم التدشين في استاد البحرين الوطني بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية. من جانبها قالت الأمين العام لاتحاد الجاليات الأجنبية السيدة بيتسي ماثيوسون إنه بعد النجاح الذي حققته فعاليات هذه هي البحرين على المستوى الدولي، تم اختيار مملكة البحرين لتكون المحطة السادسة للفعالية ولتكون ذات طابع محلي يهدف إلى جمع البحرينيين والجاليات للاحتفاء بتماسك العائلة الواحدة على أرض مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة، مضيفة أنه من المتوقع يحضر الفعالية نحو 25 ألف شخص ويتخلل برنامج الفعالية الكثير من العروض الحية لتمثيل الثقافات المختلفة بالإضافة إلى إقامة سوق بحرينية شعبية داعية جميع الجهات المهتمة بدعم الفعالية والمشاركة فيها. كما تعرفون أن فعالية هذه البحرين جلت دول العالم للتعريف عن ما هي البحرين، واليوم قررنا أن تنطلق هذه الفعاليات على أرض البحرين متزامنة مع الاحتفال بالعيد الوطني، وستكون على استاد البحرين الوطني في 11 من ديسمبر. أعتقد أن مناسبة العيد الوطني حدث تاريخي كبير بالنسبة حق جميع البحرينيين. هذه الجروب اللي نشوفها This is بحرين أو هذه البحرين اشتغل في 5 نسخ خلال الفترة الماضية، مر على العواصم الأوروبية واختتمها بالعاصمة الأمريكية واشنطن ونيويورك. اليوم الجماعة رأوا أن يكون هناك مبادرة أخرى، عرض البحرين بكل أطيافه من خلال البرنامج هذه، لكن يكون على أرض البحرين. احنا نعرف أن في شهر ديسمبر خاصة الأسبوع الأوسط من هذا الشهر يكون فيه احتفالات. احتفالات This is بحرين هي بتكون الأولى في البحرين على هاي المستوى. احنا طبعا بمناسبة الاحتفالات البحرين بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك الله يحفظه، صار قرار ان هذه هي البحرين تكون يعني في ارض البحرين. فالرسالة اللي احنا نحملها عادة وابدا في هذه البحرين، نبي نقول للعالم اجمع بان البحرين يعني بكل تنوعها وبكل اختلافها، انما نحن شعب متحاب ومتعايش، نحب قيادتنا، نحب شعبنا، نحب ارضنا، نعطي ما لدينا بكل شيء نملكه للبحرين وفدى البحرين.